هذا انت؟ اهلين فاروق، تفضل فوت تفضل. بتعرف شو قلت لحالي؟ يمكن ما يجي، يا ما تهت عن العنوان. الحق معك لانه هالحارات بتضوي على القرود. تقعد هون برا ولا تفوت لجوا؟ وفارة سيدي مثل ما بدك. طيب الحقني الحقني جوا احلى. تعال. تعرف انا بحب السكنه بهالحاره. ليش؟ لان بيوتها هيك لاويه على بعضها بحنيه على الطريقه الايطاليه. اخي فاروق عود عود نسوي لك كاسه شاي تروق فيها. عود خمس دقايق ليغلي الشاي. هلا عود وخليني افهم منك كم شغله واسالك كم سؤال. طيب انا بامرك تفضل اسال. هلا انت مو كنت كاتب ووضعك مرتاح وكنت تشتغل بمهنه الادب؟ صحيح. وهلا انت قاعد ببيت ادب. هلا بلا مزح عماد، انت مو مهنتك كانت مهنه الادب؟ صحيح، بس من قلة الأدب بطلنا الأدب. يعني صرت أزعر أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله على المخلوق. هلا قلي تجوزت؟ لسه ما آن الأوان. ضوشني عماد، بعلمي كنت فوق الريح أنت. ولا أزال. ليش من إيش عم بشكي أنا؟ هلا خليني أعرفك على بيتي. شايف الورقة اللي فوق راسك؟ ايه شبها؟ هي القصة تبعي، نشرت لي اياها مجلة الجرادة، الجرادة من 12 سنة. ايه تذكرت؟ انت وقتها كتبت قصة اسمها الكلب في مهمة. برافو عليك. وكانت تحفة رائعة. يا عمي ذاكرتك طيبة انت. ما نسيتها ابدا، وياما قاريها للاصدقاء والزملاء، وياما ضحكانين من مواقفها، حتى انه في بعض النقاد صنفوا ادبك مع ادب تشيكوف وعزيز نسين. سيدي صنفوه، كتر خيرهم يصنفوه. شايف الورقة هي وين حاططها؟ قدامي فوق راسي، صامدها صمد حتى يشوفها وانا عم بشتغل. ليش انت تركت الأدب؟ وشو عم تشتغل هلا؟ يعني شلون عم تعيش؟ معلوماتي انه مالك دخل غير الأدب. عم بشتغل بالخرز. ما فهمت شو هاد؟ عم شك خرز. عم تشك خرز؟ ايه شوف اطرميزات الخرز. شايف الخرزات ما احلاه؟ ما فهمت عليك. يعني انت ما عدت كتبت قصص بعد الكلب في مهمة؟ لك يا سيدي ماضي فانية. امنت بالله على هالنهار. شو يعني عم تشك خرز؟ يعني عم بعمل شبشيل زينة للأراجيل، جزادين، بيوت مسدسات، طواقي خرز للنوريات. معلومك بيمرقوا نوريات كتير من حارتنا. الجامات حمير، انت أكبر قدر، مرصعة بهالودع. معلومك حارتنا مرتع للحمير بحكم قربها من البساتين. يعني شغلات زخرفية بحتة، جلالات بغال، حياصات دواب. هلأ مو انت الأديب المعروف عماد مفتوح صاحب الكلب في مهمة؟
سيدي ماضية فانية. هلا اسمع مني ولا تجذب علي، انا ماني نقيان نكشة. ها انت قلت لي بدك تشوفني عندك بالبيت، طيب شو بدك تقول لي؟ شو وصلك لهالحالة؟ ليش ما تجوزت؟ شو قصتك؟ لك اهدى شوي، روق شبلا فاروق، عود اهدى شبلا. بيكون غلي الشاي، لحظة. صحيح كتبت أنا قصة كلب في مهمة ونالت جوائز كبيرة واستحسان من الجماهير ومن النقاد، بس القصة بالذات هي حطمتني، دمرتني، جابت آخرتي. ليش؟ في شغلات ما بتحدث بحياة الإنسان إلا مرة واحدة بس. أنا بعد نجاح قصة الكلب حاولت المستحيل أني أغزل على منواله وساوي مثله أو أحسن منه، ولكن ما في فائدة، كل جهودي راحت سدى، انسدت بوشي، ما عاد صفي حدا ياخد مني كلمة واحدة يا رجل، لا في مين يتبنى لي مقال أو رأي أو اجتهاد أدبي. مجلة العاصفة دارت لي ظهرة وانحدر وضعي من سيء لأسوأ، بعدين اهتديت لصنعة الخرز. صرت اشتغل وبيع حتى أقدر اشتري خبزي وقهوتي ولحمتي. معقول؟ لحظة. شوف فاروق، شوف الطقمة أحلاه، شايف شو أكل شغل؟ بصراحة في نورية عزيزة علي كتير ودفيعة، وصتني عليه مشان ترقص بعرس واحد أرباطي بيقربها. ولك هلا إيمو مخلقتي يجاوبني أمور. شو كنت بدك تقول لي أنت؟ ما عندي شيء إلك يا بعد زيارتك لبيتي. يلي بدي اياه هلا انك تروح لبيتك وتفكر بوضعك المعيشي والحياتي وطرميزات الخرز والطوق يلي ورجيتك ياهن. شرب شاي، شرب، روق دمك، لك ما في شي بدوم فانية وماضية. شبك وين رايح؟ لسه ما شربنا الشاي. معلش مستعجل خاطرك. طيب وقف، رايح معك بدلك على الطريق. بعرفه لحالي، خليك مطرحك. انا الثاني بدي انزل كمان، في زطيه وعدتني بدي ركب لك خلخال باجرها. تفضل. أعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم قلك، شوف عيني ما حدا قلي. هلأ عماد مفتوح صار معه هيك؟ لا، وأنا كل فكري انه عايش بنعيم ومرتاح ولا على باله، وقلت لحالي خليه ينصحني شو عليه، بضل زميل قديم ورفيق من ايام الجامعة. هلأ معقولة عماد مفتوح دخله من شكل خرز؟ اي نعم، وكان بده يحملني هدية إلك كمان. هدية إلي؟ ايه، خلخال برجلك. ليش شو شايفني رقاصة؟ والله خايف يا كوسر، إذا ما مشي حالي إني أنزل على سوق تفضل يا ست واشتري لي كم قطر رميز خرز وكم كركر خيطان وكم إبرة واشتغل جزطين للفلاحين وشحاطات للعرايس. ولا يهمك فاروق، هاي شغلة نسوان وأنا بساعدك فيها. ولك شو تساعديني؟ أبطيها أنت التانية؟ بعدين هاي مو شغلة نسوان، هاي شغلة محابيس ومسجين. طيب فاروق، يعني ما بتقدر تلاقي لك شغلة تانية غير هالكتابة؟ مثل شو يعني؟ القصة اني مالي شاطر ولا بحرفة ولا بعرف شي، بعدين بيني وبينك الكتابة شغلتي ومو بالسهولة بقدر اتخلى عنها، لاني اخترتها بعناية وتصميم ودراسة حتى تكون عملي الرئيسي مدى الحياة. صحيح، بس الواحد ما بقدر يا كوسر، ما بقدر سكر دواية الحبر واكسر الألم وشرط الورق، ما بقدر. شو الحكيات؟ ادخل.
تحياتي استاذ زبير. اهلا استاذ فاروق. اهلا 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 وسهلا. قبل كل شيء اللي شو بتشرب؟ اي شيء سيدي ما بتفرق. يا وداد يرضى عليك اثنين قهوه وسط. اهلا وسهلا، كيفك يا رجل؟ شو اخبارك؟ شو احوالك؟ صار زمان ما سمعنا صوتك ولا اتحفتنا بقصه جديده. بقى شو قصتك كسل هاد؟ استاذ زهير خليني احكي بصراحه وفش قلبي، لانه اذا ما فشيت قلبي رح طق وانفجر، ما في مجال. اوف اوف، سلامتك يا استاذ فاروق. ليش يا سيدي؟ رح احكي معك كصديق وبكل وضوح وجرأة. تفضل تفضل ولو. استاذي الكريم، انا من وقت ما كتبت قصه المرحومه هاجر خانم والنحس ملازمني والفقر معايشني وسوء الحظ راكبني، والسبب الوحيد لهالشي هو حضرتكم. نحنا؟ طبعا، لانكم ما عدتوا قبلتوا اي انتاج الي. ايوه ايوه، هلا فهمت عليك يا سيدي. السبب اللي خلانا ما نقبل انتاجك اللي بعثت لنا اياه هو انه الجمهور معلق عليك امال عريضه، وكل يوم والتاني عم تجينا رسائل وعم تطالبنا بنشر قصه ثانيه الك مثل المرحومه هاجر خانم. مشان هيك شعرت انه من الخطا الفادح انك تهدم العمل العظيم يلي صنعته بايدك بتقديم انتاج اقل جوده. والكاتب اولا واخيرا سمعه، سمعه كما هو معروف. بس بهالحاله انا فهمت عليك فهمت عليك، انت بدك تقول انه السمعه لحالها ما رح تطعمي خبز، ما هيك؟ طبعا استاذ زهير طبعا. طيب انا عندي فكره. تفضل. شو رأيك تسمح لنا بنشر القصص اللي كتبتها بعد المرحومة هاجر خانم باسم مستعار غير اسمك الحقيقي؟ بتصور هالشي رح يرضي الناس ورح يأمن لك دخل معقول، وسمعتك وقتها ما رح تتضرر. عظيم جدا أستاذ، حلو كتير، يخلي لنا ياك يا ربي ويطول عمرك إلهي. يعني موافق؟ طبعا موافق. هو صحيح السمعة شي حلو كتير والشهرة أحلى وأحلىين، بس الشهرة يا أستاذ ما بتحل محل الأكل والشرب واللبس واللوازم المنزلية. بالعكس، أنا بتمنى ينطوى اسمي وينخفى حسي وينساني الناس مقابل أني أعيش وأكسب فلوس. ومعليش يا سيدي، خليني مغمور مكمور عايش بالظلم، مو فارقة معي مسألة يا أستاذ اللي خلينا ياك. هو شوف، أنا واثق أنه الوضع هاد ما رح يطول معك، لأنه من المؤكد أنك رح ترجع تكتب قصص بمستوى المرحومة هاجر خانم إذا ما كانت أفضل. يا سيدي ماشي الحال، عظيم جدا بالإذن. وي وي، بابك شرب لهوي يا سيدي؟ مو فارق هلا، ما بيصير. يا سيدي ماشي الحال، ما شفنا. السلام عليكم. عليكم السلام. رجع رجع رجع، اجت لهوي. رجع رجع. شلونك عيني شلونك؟ شو مخلي على جفونك؟ شقد شفت عيوننا والله ماكو احلى من عيونك، شقد شفت عيوننا والله ماكو احلى من عيونك. فاروق يا فاروق، تعال اشرب النسكافيه قبل ما تبرد. ايوه ايوه جاي حبيبتي جاي، يلا. يسلموا دياتي. كم معلقة سكر حط لها؟ بحبة حلوة مثلك بالضبط. لوقت مغازلتك انت الثاني. ايه ليش لا، شو المانع يعني؟ ايه مالك شايفني شلون سمنانة وصايرة مثل الدبة؟ ايه يعني وحدة حامل بشهر التاسع شو بدها تكون؟ يعني دبة. لك لا، ليش هيك بتحكي انت الثاني؟ على سيرة الحمل، اليوم نازلة انا ووصال على شارع الحمرة، بدنا نشتري ديارة للولد، فايدك على 10,000 ليرة إذا عملت معروف. تكرم عيونك، لكن امرئي بدربك على ابو فتح النجار واسألي شو صار بتخت الولد والكومدينا. على عيني. هلا بعطيك 20,000 ليرة للديارة والنجار. يعوض عليك كل قرش بعشرة يا رب. لك يا ستي الحمد لله، الرزق موجود والشغل موجود، الله يديم السعادة والرضا. انت قاعد بالبيت ولا رايح؟ لا نازل على المجلة شوي حتى اقبض حق القصص الستة اللي كتبتهم الشهر الماضي. وان شاء الله الدفعة منيحة، لأنه بيني وبينك بدي روح اشتري العربية اللي شفناها عند بيبي فلاحة. يعني بيطلعوا لون شي 55,000 ليرة. ماشي الحال، لكان اليوم رح أمره أخذها. ولا يهمك، أنت بتأمر يا جميل. الله يخلي لي إياك يا رب. فاروق. نعم. شو رأيك اليوم نروح نسهر عند مروان وسعاد؟ لا اليوم بدي أقرأ لك القصة اللي كتبتها. طيب من أجلها لبكرة منيح؟ إيه منيح، تمام تمام. كلك على بابك حلو،
كلك على بعضك حلو. استدار الشاب وفي خطوة سريعة ثابتة تقدم مخترقا المكان الخالي، وتوقفت كل القلوب عن الخفقان، وأمسك الناس أنفاسهم، وتجمدت كل العيون، واقترب الشاب وفتح ذراعيه لترتمي بين ذراعيه غير مصدقة. رائعة رائعة يا فاروق، لك يسلموا هالأنامل. هيك مجاملة ولا هذا هو إحساسك؟ لا والله مو مجاملة يا فاروق، هالقصة هاي بمستوى قصة المرحومة هاجر خانو. المرحومة هاجر خانو؟ كوثر شو أعمل؟ هالقصة خطر علينا. ما بعرف بس فعلا هالقصة خطر علينا. لا ستي، لا بدنا لا خطر ولا مطر. وها؟ وها؟ لا تطلعوا فيه هيك، لا تطلعوا، الحق معي، لأنه أنا أحسن، سعادة المغمورين ولا تعاسة المشهورين؟